يا تلفزيون، يا كل سنة وانتم طيبين والأمة العربية كلها بخير إن شاء الله وبسلام. وأتمنى أن السنة دي تقضوا رمضان في برنامج تلفزيونيا ويسعدكم زي ما أسعدكم باستمرار من زمان. كل سنة وانتم طيبين. يا تلفزيونيا، أظن أنه أنا واحد من الفنانين التلفزيون له عليهم فضل كبير جدا. وبقول لك، أنا السنة الماضية في رمضان الماضي قلت يا تلفزيون يا في مواجهته مع القنوات الفضائية، مع المتغير الجديد والتلفزيون المصري، برغم كل شيء كان قدها وقدود. الفنان فريد شوقي، احنا واخدين شعار للبرنامج السنه دي يا تلفزيونيا، واخدين الوفاء والتواصل. الوفاء اللي انت دايما في كل اعداداتك بسمعك تقول يا جماعه الوفاء بقى عمله نادره في الوسط الفني. هل فعلا الوفاء لسه عمله نادره في الحياه عموما؟ في الحياه بقت عمله نادره اكتر من زمان كمان. يعني الوفاء بقى صعب جدا، بقت عمله نادره، ما فيش الوفاء اطلاقا، انا مش شايفه يعني. وأنا ليا تجارب حصلت لي كثيرا، يعني خصوصا الجداد، يمكن الوفاء في القدام شوية وفاء راعوا بعض، أو يمكن بقى عشان وسائل الإعلام كترت، القناة الفضائية والدول بقت الناس مشغولة، بقاش يعني المادة غلبت عليهم قوي. قدام الكاميرا عايز حضرتك تتذكر مين اللي تدين لهم بالوفاء؟ الحقيقة أنا أدين لناس كتير جدا جدا، يعني بدءا من بداية رحلتي في مرحلة الهواية كده في بورسعيد، وصولا إلى ما يصطلح على تسميته بالاحتراف جوه المسرح القومي. أدين لأساتذة عظام من الفنانين الكبار، من إداريين أداروا هذه الفرقة بشكل عظيم جدا في المسرح القومي، من فنانين صادفتهم داخل المسرح وخارج المسرح في الحركة السينمائية، مخرجين، فنانين كبار. لكن اسمح لي مرة أخرى أعود إلى الوفاء اللي مش أنا مارست، زي برضو ما حضرتك كتر ألف خيرك، يعني هو مش لوحدي. يعني إحنا جينا برضو في جمعية الجيزة مع بداية نشاط هذه الجمعية، وقلنا نكرم أستاذ عظيم استمر عطاؤه بقوة وبتفوق وتميز عبر أجيال متعددة ورحلة 40 سنة من العطاء والتميز والبقاء على القمة، الأستاذ الكبير فريد شوقي. فقررنا كمجموعة جوه جمعية فناني وكتاب وإعلامي الجيزة أن نكرم هذا النموذج الرائع، هذه القدوة الكبيرة اللي استمرت على القمة ولمدة 40 سنة، وكيف كانت رحلتها المعروفة لدى الكافة. فابتدينا أول تكريم وأول رمز من رموز الوفاء مع الأستاذ العظيم فريد شوقي. طب الفنان فريد شوقي في رحلة
الفن الطويلة، انت بتذكر ناس كتير دايما سواء كانوا موجودين او مش في الحياة، يعني دايما بتذكرهم بالخير، ودايما ما فيش فرصة نسجل معاك الا بتذكرهم بالوفاء، وان هم كان ليهم فضل كبير في رحلتك. برضو عايزين نعلم الاجيال الجديدة قيمة الوفاء، وان الفنان الكبير فريد شوقي بيذكر ناس لغاية دلوقتي بالخير، زي مين يعني؟ كل اللي علمونا، اذكر استاذنا يوسف وهبي، اذكر استاذنا محمود المليجي، ذكر استم حسير استاذي العظيم الله يرحمه الاستاذ زكي طليمات، كل دي ناس انا مقادين لهم في الوفاء. انا مره عملوا لي حفله تكريم في الكويت، في معهد الكويت، وانا قاعد على المنصه وقاعد اقول خطب ويتمجدوا بفريد شوقي، لاحظت ان اللي قاعد تحت في القاعه استاذ زكي طليمات اللي هو انشا معهد التمثيل بتاعنا وانشا معهد الكويت. فنزلت من على المنصه لغايه استاذ زكي طليمات وخدت ايده وطلعت وقعدت محلي، قلت اذا كان هو اللي يستحق التكريم فاستاذ زكي طليمات، لان هو اللي علمني وهو اللي اداني الفرصه دي انكم تكرموني، فهو اللي يستحق التكريم. هات حد يقول الكلام ده صعب الوقت. الفنان فريد شوقي، بعد الرحلة الطويلة دي انت فجأة زعلت من الفن وأعلنت الاعتزال، وبعدين احنا بناء على طلب الجماهير وحب الجماهير ليك قلت طب هرجع، لكن برضو انت ما زلت بتغني للفن وبتقول له حرمت حبك حرمت حبك ما تحبنيش، هل فعل الأغنية دي تستمر؟ طبعا هتستمر، من الأغاني اللي بحبها حرمت حبك طبعا. انما انا يعني الحقيقة يعني قرار اعتزالي جاء صادق جدا، لأن كنت سائر من مثل هذه النوعية من الأشكال دي الرديئة اللي دخلت دسيسة على السينما، أشكال رديئة فعلا ودسيسة، ويعني ياريت النقابات تشوف لها حل إنه ما يبقوش أعضاء ولا يبقوش زملاء معانا. مش عارف يعني أنا هرجع، بس هرجع ياريت أرجع للقدام، مش لاقي سيد بدير، مش لاقي عبد الحي أديب، مش لاقي نجيب محفوظ، مش لاقي علي الزرقاني، مش لاقي القيم الفنية العظيمة دي، مش لاقيهم، مفيش الأخلاق دي، مفيش المواعيد، مفيش ضبط الكلام. أنا 45 سنة أتحدى أن اتأخرت يوم عن أوردر، أتحدى أي مخرج يقول لي اتأخرت، ببقى عيان ونازل لازم أدي، لأن أنا عارف أن ده واجبي وده زي ما بيقولوا شغلتي وأكل عيشي وحياتي واسمي ورأس مالي كله ده. هو طبعا الفنان اصله يعني كلنا بتمر بينا لحظات اسى وحزن زي اللي حضرتك اشرت اليها على لسان الاستاذ فريد شوقي من شويه، بتمر بلحظات يعني بيشعر بكثير من الاحباط، بعض الشجن والحزن والاسى على فنه وعلى ما كان يحلم به هذا الفن وعلى صناعه السينما كفكر وكرافد ثقافي ورافد ترفيه وقيمه. احنا الحقيقه احنا متميزين بصناعة، احنا النهاردة بنحاول نتميز في صناعة الملابس ونتفرد في منطقة الشرق الاوسط على الاقل، بنحاول ده، احنا عندنا صناعة جاهزة متفردين بيها ومحدش حيقدر ينافسنا، فنتخلى عنها نسيبها كده يعني محدش نلقي بالكرة في ساحة الفنان والفنانين لكن لازم الناس كلها تتكاتف. فبتلاقي الفنان في لحظة لما بيجد نفسه امام ابواب مسدوده بيصاب، ممكن يفكر يقول لك والله انا زهقت بقى انا هعتزل. والاستاذ فريد شوقي يعني راجل طيب جدا وراجل عاطفي جدا، فاما بيتاثر لان دي معشوقته وحبه، ففي لحظه ممكن يقول كلمه زي دي، لكن ده هو جواه فنان كبير جدا لا يستطيع يعني ان هو يعمل حاجه او ياخد قرار بهذا الشكل، ربنا يديله الصحه ويفضل يدي، لانه الفنان طالما ان فيه
قلب ينبض ونفس وقدرة على العطاء يظل صاحب قيمة كبيرة جدا. فما يقدرش يعني طبعا أستاذ فريد ما نقدرش احنا ده ربنا يبارك لنا فيه ويخليه لنا. احنا بنتعلم منه حاجات كتير قوي وبنتشرف بيه في اشياء كثيرة جدا جدا. بنحتاج ان الأستاذ الكبير الملك بتاعنا يبقى في المقدمة. بمناسبة الموقف المتشدد الجميل اللي أنا شخصيا معجب بيه اللي أنت واخده من اللي بيشوهه وبيدمره السينما المصرية، أنا راسم حضرتك وأنت معلق في ثلاث مشانق دخلاء على الإنتاج والسينما وأنت ماسك كده بتشد الحبال وبتقول مكتوب تحتيها فريد شوقي الهادي الجميل ده الطيب بيقول جعلوني مجرما وشانق الثلاثة. ده لازم أشنقهم وأرجع صحيهم وأشنقهم تاني وشنوهم وارجع صحيهم وشنوهم تاني. خصوصا السيناريست النصابين دولة والتانية الدخلاء والمقاولات طبعا والدخلاء، لان دولة ودوا السينما بداية هم مش حاسين الوقت، هم مش حاسين انما يعني احنا في ندوات باستمرار الايام دي علشان اللي حصل انهيار السينما. وبعدين اما بقول انهيار ببقى متألم لاني زي ولد من ولادي بينهار قدامي او مريض قدامي وبنحاول لقيله العلاج. نتمنى من الجلسات اللي جاية سواء مع الغرفة أو مع المسؤولين على السينما أو في جلسة قريبة مع السيد رئيس الوزراء كتر خيره جدا أنه يعني يفكر في السينما أخيرا وهيجتمع بينا قريب جدا يبقى ده حاسس أن السينما في انهيار. أتمنى بعد هذه الجلسة السينما ينتفوا ويبقى عندها وعي فني ونفهم أن السينما دي ثروة ونفهم ان ثقافتنا دي احنا بنصدرها للعالم كله. يمكن يعني ما بنصدرش قمح الوقت بنستورد قمح لكن بنصدر ثقافة بنصدر فن بنصدر مسرحيات بنصدر افلام للعالم العربي كله اللي ما يعرفش يصدر لنا مثل هذه النوعية. بس على فكرة جعلوني مجرما ده من أحب أفلام الأستاذ فريد شوقي لقد من الأفلام اللي أنا يعني بعشقها حقيقي يعني أفلام الجميلة جدا. فيعني ياريته ما يبقاش هو ده السبب اللي معلق لهم الثلاث مشانق، استخدم عنوان الفيلم الجميل من أحد أفلامه العظيمة الكتيرة. هو طبعا برضو أرجع أقول لك إن هو متضايق زينا كلنا، لكن معلش انا هاخد برأيه. هو قاله في احد الندوات القريبة جدا من حوالي شهر تقريبا، قال يا اخوان عرفنا الازمة وكلنا عمالين نقول اراء يا اخوان هاتوا من الاخر. انا هستعمل جملته اللي هي هاتوا من الاخر، هقول له يا ملك هات من الاخر، احنا دلوقتي المسألة الزمن عمال يسبقنا وبقى احنا لسه بنتكلم في الفيديو وبنتكلم في دور العرض وازمة دور العرض وبنتكلم في دور العرض اللي في الأقاليم. ماشي كل دي قضايا هامة جدا، لكن ما بالنا والزمن جري بسرعة وبقى في دور عرض في القنوات الفضائية وفي الفضاء، ما احنا عايزين نتعامل معها بقى. يعني الزمن سبقنا قوي، فنجيب من الآخر ونبتدي زي ما قلت من شوية نقول ستوب يا غرفة يا وزارة الثقافة يا وزارة الإعلام، ثلاثة جهات معنية. طبعا ستكتشف بعد شوية ان وزارة الصناعة ايضا معنية، ستكتشف بعد شوية ان قطاع الاعمال بكامله
معانا في هذه القضية ستكتشف برضو بعد شوية ان في حاجة اسمها الشركة القابضة للسياحة والإسكان والسينما، هذه قضيتها. بس تعالوا نبتدي من جوه الغرفة وننسى بقى كل زعلنا من فلان، من علان، من كتاب السيناريو، من المنتجين، من الموزعين، كل هذه الآن تصبح بالفعل شماعات. نجيب من الآخر ومن حيث انتهينا نبتدي. كتير ده الرسم لحضرتك، انت المكان الوحيد اللي بتبقى سعيد فيه جدا وبتغني الاغنيه دي هو خشبه المسرح، وعودتك للمسرح بتكون سعاده خاصه جدا ليك، وانت بتقول وانت واقف على المسرح القومي وبتغني هي دي هي فرحه الدنيا، تق يا قلبي غني عينيا. طبعا يعني انت لمس وتر يعني حساس جدا في اعماقي. يعني بالفعل انا الفن كما احببته كان هو مدرسة موجودة في بيت مسرحي اسمه المسرح القومي. دي المدرسة اللي انا اتربيت فيها، وده البيت اللي انا عشت في كواليسه، في ردهاته، في كل شبر من هذا المكان، من مع العمالقة الأساتذة اللي كانوا موجودين وكل زملاء الأجيال اللي سبقتني والأجيال اللي تلتني. اتعلمت أشياء كثيرة جدا داخل هذا المكان اللي حضرتك قلت اسمه اللي هو المسرح القومي. وده الفن اللي أنا بحبه، وده الفن اللي أنا بفهمه بصراحة. يعني بقى شيء نادر وبقى شيء زي اللي زائد عن الحاجة، مش عارف ازاي. يعني الفن الجميل أصبح كما لو كان زائدا عن احتياجاتنا، شيء زائد عن الحاجة. ازاي؟ الحقيقة النهاردة بالذات كنت بفكر في الحكاية دي لأني تعبت وبشتغل في المسرح، وبعدين قلت يا ربي يعني إزاي أنا ما عملت الثروة، مش ثروة، إزاي ما عملتش حاجة أستطيع النهاردة لما أقول عاوز أريح أريح. يعني كانت العمل واخدني إلى هذه الدرجة، والفلوس اللي كسبتها الملايين من الجنيهات دي حطيتها في الفن، ما عملتش حاجة أبدا كنت دلوقتي أتركن عليها. طبعا نادم على هذا وزعلان من نفسي، لكن برجع اللي بيصبرني أقول كفاية الحمد لله المجد اللي أنا فيه، وإن أنا حطيت فلوسي في خدت من السينما حطيت في السينما، بعكس ناس كتير خدت من السينما وخدوا مننا وخدوا من دمنا وخدوا روحنا، ولم يضعوا ولا مليم تاني في السينما، واكتفوا بالعمارات والعزب والأراضي. وطبعا ما حبش أقول أسمائهم، بقولها في مجالات تانية لكن ما حبش أقولها هنا، وهم عارفين نفسهم. يعني ربنا معاهم، إنما برضو أنا يكفي إن أنا لسه في كامل صحتي، وبعتبر إني أنا لسه عندي ثروة ولسه عندي عطاء ولسه أعطي كمان. مع تواصل الأجيال الفنان الكبير محمود ياسين يقول الفنان الكبير فريد شوقي ايه؟ بقول له حيث ما وصلت يا ريت تبتدي نفكر في الصيغه اللي بيها نحاول برضه، لان هو مطلوب منه انه ما يزهقش ولا يسلم.
مع العودة الجميلة المقبولة إن شاء الله بهذا الصفاء الروحي يفكر وإحنا معاه كلنا نعمل إيه لهذه الصناعة اللي كلنا بنحبها وتربينا فيها، وهي اللي صنعتنا وهي اللي عملت لنا مكانة وحطتنا في هذه المكانة اللي بنعتز بيها وديتنا أكثر مما نستحق، وهو مؤمن بهذا أكثر مني، أنا بتعلم منه فبقول له معلش يا أستاذ معلش يا رئيس أنت ابتدي برضو وإحنا معك. Thank you.